سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن أجامي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلامي آمن تذكر جيران بذي سلامي آمن تذكر جيران بذي سلامي ما زجت دم أنجرى من مكلة بدمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتهم مولاي صلي وسلم دائما مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مولا
ستا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی.